مع كليان كاين اللي كيعيف بزاف كيدخل كيقول لك سامع معك كتعطي نص ما كيخرج بحالو. يعني كليان كيدوز عام الكمامه حتى لهنا كيطلع ما تقدرش تدوز اصاحبي من هنا كاع ما الروائح قويه بزاف عينا صابرين ما جبرنا حتى شي حل. واخا كيجيو دابا بسرعه يديو الكاميون والو واو خاوي لك الريحه ما كتحيدش من هنا. البرامج الزبل وهاديك كواد القادوس اللي تما قدامنا مخنوق ديك الماء كيهون بلاصتي كيتجمع فيه كامل كيبقى مخنوق تما يقول لك يطلق الريحه دابا كيفاش الطوب اللي غادي يوقف تما قدامنا. عندنا واحد المشكل ديال الروائح كارهه هنايا بسبب هاد القمامات اللي عندنا دابا هنايا وهاد الاسباب بحكم عندنا بلاصه عاود عندها شي تراوز ديال الزبل اللي هما سبيسيال ديالهم ولا شي حاجه اللي غتقدر تغطي لنا ديك الروائح اللي كيبقاو ديال الاسماك ولا هادي كيبقاو نهار كامل هنايا مستفين ديك الشمس وكيبقاو يطلقوا ديك الماء. وعاد عندنا مشكل ديال الشاحنه ديال الاسبال راه كاع الشاحنه ديال الاسبال اللي كيجيبوا هنا راه كيقول لك حقا الشاحنات مؤقته كيبداو يعصروا الازبال كيبقى يهبط ديك الماء وديك الزيت كيبقى نهار كامل هنا وانتم كتشموا هاد الروائح اللي كاينه هنا راه عينا كنعملوا شكايات عملنا شكايه في المواقع ديال المجلس البلدي تشكينا شنو سميتو السلطات اللي مكلفه هنايا قايد وهادي ما كنشوفوا حنايا حتى شي حلول دابا حاليا كنطالبوا يعملوا لنا مثلا شي حلول ولا يغطيوهم ولا شي حاجه باش نقدروا حنايا حنا عندنا كتجار بحكم هذه المنطقه يعني كليان كيدوز عام الكمامه حتى لهنا كيطلع ما تقدرش تدوز اصاحبي من هنا كاع ما الروائح قويه بزاف عينا صابرين ما جبرنا حتى شي حل. الشركه ديال الازبال هذه اول حاجه علاش الطراز الزبل كيضربوا يومين ثلاث ايام ما كتغسلوش هنا نهائيا. الشارع هذا خصو تقريبا فيما كتشد بلاصه خصو تجي كاميونه سبيسيال اللي غتغسل لنا الشارع علاش ملي كيبقاو ديك الزيوتات هوادين هنا راه ملي كيتبخروا اول متضرر هما حنايا راه السموم كتطلع مع 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 التنفس وحنا مع هذا الوباء راه اول حاجه خصها تكون هي هاد الوقايه هادي راه كنمشيو كنمرطوه كنبقاو الراس ديالنا كيحراق الامراض مرخيين بسبب هاد الروائح هادو اللي كيتبخروا هنايا. حنا كنطالبوا يعملوا لنا شي حل يا اما يقربوهم الجهه ديال البلاصه حيت ما كاينش تما الناس اولا يدفنوهم ولا يعملوا لنا شي حل. هادو راه بحكم الشارع ضيق والتجار هنايا امام المتاجر راه خصو نهائيا ما يبقاش هاد الازبال هنايا ودابو الساعه يكون العمليه ديال التنظيف وصافي. هذا الحل اللي كنظن يكون يناسب الجميع هنا اش امام الملاء والناس طالعين وادين كتجي صعيبه شويه. برامج الزبل وهذيك القادوس اللي تما قدامنا مخنوق ديك الماء كيهون بلاصتي كيتجمع فيه كامل كيبقى مخنوق تما يقول كيطلق الريحه دابا كيتعمل في الطوحين يقدر يوقف تما قدامنا. لا كيجي كاميون كاس ديال الزبل ولكن ما كيغسلوهمش ديك الريحه كتبقى هي هذيك كيخصو شي برامج خصهم يبقاو ينظفوا ديك الشيء هذاك وديك القادوس راه خصهم يخويوه عامر قادوس عامر خصهم ينظفوا هذاك. هذا ماشي موطع ديال الزبل هذا خصهم يشدوه ولا يعملوا فيه يعملوا هذا العيني ديالنا مراطي لها المحلات ديالنا كلشي هنا فهمتيني حرفتنا معاهم هنا واخا كيجيو دابا بسرعه يديو كاميونها والو واو خاوي لك الريحه ما كتحيدش من هنا وهذاك مغلوق مره هذاك عملوا الغالو وعملوا الميكا قاصحه الماء اللي كيهود من هاد الحوت من هنا كيهود فيه كيبقى تما ما كيتحلش مره. الماء دابا ملي كانوا في الاول كانوا قواد في الجنابات دابا ملي عملوهم في الوسط الماء كامل كيهود في الوسط من هنا. بعدا المشكل اللي كنتواجدوا حنايا كبائع ملابس هنايا كتدخل بديك الرائحه كيدخل الدبان كتاذي ديك السلعه كليان كيكون واقف معك في وسط المحل ما كيبغاش الريحه هذاك ولا كيجي هاد الموالين الازبال كيجيو في وسط النهار في اي ساعه كيقدروا هما كيجيو كيبقى واحد الصداع عندك انت في وسط المحل وانت على حسب بنادم ما كره هاد الموطا هذا في هاد الريحه هادي مع كيجي بلاصه الحوت تما كتهبط الريحه ديالها مع عاوتاني الريحه ديالها تخطر والزبال مع قادوس اللوري تا هو فيه الريحه بزاف ما السياح ما كيبقاوش يجيو لهنايا بزاف صافي كرهم وطعب هاد النسمات. كتكون واقف مع كليان كاين اللي كيعيف بزاف كيدخل كيقول لك سامعكم معك كتعطي النسمه كيخرج بحالو ما يقدرش هو يبقى في وسط المحل اذا شو ما دار النسمه هادي ونشوفوا يعدلوا دوك الازبال الثروات اللي كيتدفنوا تحت الارض هادوك غادي يبقى خليو الزبل حتى الليل عاد يجي داك الكاميونه وعاد كيديو هذوك حتى كيهزوا مساحه كبيره فهمتي كيهزوا الزبل بزاف وقوا هذا خاصهم يشوفوا لنا شي حل ما تبقاش يطلع لنا الريحه دابا بزاف.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.